السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الناصر واصل، يمني الجنسية، عربي الهوية، مسلم والحمد لله. لأول مرة في هذا الفيديو سأظهر أمامكم بصورتي وصوتي. البعض لا يعرفني كثيرا. قناتي على اليوتيوب اسمها عبد الناصر واصل. قبل 6 أشهر وصلت فوق 100,000 مشترك. راسلني اليوتيوب لمنحي درع اليوتيوب الفضي لوصول قناتي 100,000 مشترك، ذلك قبل 6 أشهر. الآن والحمد لله وصلنا الدرع بعد 6 أشهر، ولكن قناتي قد أصبحت الآن فوق 170,000 مشترك. وصلني الدرع متأخرا بسبب الظروف التي تعيشها اليمن من حرب أهلية وأقليمية. ندعو الله أن يبعد عنا هذه الحروب ويؤلف بين قلوبنا جميعا. اليمن منبع الحضارات وأصل العروبة، غنية بثرواتها وجغرافية أراضيها، لكن ساستها أغبياء باعوها ودمروها من أجل أطماعهم وجشعهم الشخصي. قناتي على اليوتيوب قناة رياضية ومنوعات أخرى. قناتي تهتم كثيرا بريال مدريد، الفريق الذي أشجعه منذ أن عرفت الرياضة. في الماضي كانت قناتي تهتم بالشأن اليمني السياسي بطريقة ساخرة وكوميدية، ومؤخرا أصبحت أميل إلى الرياضة أكثر وأكثر، ومثل ما كلمتكم سابقا أهتم كثيرا بريال مدريد وأيضا بالمنتخب الوطني اليمني. يعني أصبحت قناتي قناة رياضية بحتة، إضافة إلى منوعات أخرى أتكلم فيها عن الأناشيد الوطنية للدول العربية ومثل هذه الأشياء للدول العربية. الحمد لله وصلني هذا الدرع في هذا الكرتون، درع اليوتيوب الفضي، ولهذا عملت هذا الفيديو لأول مرة بصوتي وصورتي من أجل أن أريكم الدرع الفضي لقناتي على اليوتيوب. في هذا الكرتون درع اليوتيوب الفضي لقناتي على اليوتيوب، قناة عبد الناصر واصل. تعالوا لنستعرضه معا. هذا شعار اليوتيوب كما هو معروف للجميع. بسم الله والحمد لله. هذه رسالة من اليوتيوب يشكرني فيها لوصول قناتي 100,000 مشترك، وأنني سأكون أفضل إن شاء الله في المستقبل. شكرا لهم ألف شكر. أشكر اليوتيوب على منحي هذا الدرع. هذا هو الدرع، الدرع الفضي لقناتي على اليوتيوب عبد الناصر واصل كما هو موضح في الدرع. هذا هو الدرع الفضي، درع قيم جدا. قد أكون أنا أول يمني يحصل على هذا الدرع الفضي، لأني لم أرى في حياتي ومنذ أن دخلت اليوتيوب وعالم اليوتيوب لم أرى يمني يحصل على هذا الدرع، الدرع الفضي. شكرا لكل مشتركي قناتي الكرام، فبدونهم لما حصلت على هذا الدرع. أشكرهم كل الشكر، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم. شكرا لليوتيوب، شكرا لمشتركي قناتي الكرام،